كان واضح لحضراتكم في الفيديو عم نتكلم، او يعني الفيديو بيقول عن الستاند اب كوميدي وايه هو اصلا الستاند اب كوميدي. ويمكن يكون الفن في اخر فتره بيكون دايما بيحاول ان هو يطلع الناس من اي مود ويساعد الناس ان هي فعلا تخرج بره دائره اي حاجه ممكن تكون سلبيه عليهم. لو هنتكلم اكتر عن الستاند اب كوميديان او ستاند اب كوميدي، دايما بيكون مع مرور الوقت او اخر 15 سنه موجود بشكل كبير، وكمان في احترافيه كبيره جدا بس في مصر وكمان الوطن العربي. بس احنا لما بنيجي نتكلم هنا عن مصر بنلاقي ان في ستاند اب كوميدي كتير جدا عن الولاد او الرجاله، لكن انك تشوف البنات بتقتحم هذا المجال وكمان ينجحوا فيه ويقدروا يأثروا في الشعوب العربية ويسافروا ويعملوا حفلات ناجحة جدا وكمان يأسسوا فرقة، والفرقة دي اسمها كوميدي سيت. يمكن يكون دي حاجة طفرة ان يكون الفن ده بصفة عامة الستاند اب كوميدي ما كانش البنات موجودة فيه، لا ولما دخلوه اثبتوا جدارتهم. معانا طبعا مؤسسة فرقة كوميدي سيت برنادت نبيل، وهنتكلم معاها بتفاصيل اكتر ونعرف منها كده نجاح الموضوع جه معاها ازاي وازاي بدأته. ازيك؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ اخبارك؟ انا مبسوطة انا هنا النهاردة قوي. منورانا طبعا، ده شرف لينا. بنوركم بجد والله. برنادت، انا في البداية يعني الاسم مميز قوي، وانا نفسي اعرف معناه ايه. اكيد طبعا اي حد بيقول اسمك بيبقى عايز يعرف معناه ايه. اكتر سؤال سالته في حياتي. صح. فمعلش معلش خدي بايدينا النهارده وقولي بس الاسم معناه ايه. بص، هو اسم اصله فرنساوي. ولما دورت شويه لقيت اصله اصلا بقى فرعوني اصلا، والفرنساويين بقى دلوقتي هو منتشر يعني اكتر. مصري يعني. يعني هنقول كده ومعناه شجاع قوي يعني في الحته دي. حلو، اسمه على مسمى. الله يخليه بقى. بتقفي قدام المسرح وبتضحكي الجمهور، اللي هو صعب اصلا على اي حد ان هو يطلع الضحكه من شخص، فده اكيد بيبقى محتاج مجهود كبير جدا وتركيز. طبعا هنخش في الحته دي، بس قبل اي حاجه عايز اعرف الموضوع بدا معاكي ازاي، يعني ان انت تبقي كوميديانه وتخشي تقتحمي مجال الستاند اب كوميدي. الموضوع بصراحه جاي صدفه. صدفه خالص، يعني ان هو انا في 2017 كده كان في طفره كده، اوبن مايكس كتير بتحصل، فانا كنت بروح اتفرج، وبعدين حسيت انه طب ما انا حاسه انا هعرف اعمل زيهم، يعني اللي هو طب ما اطلع كده اجرب. فطلعت مره، الموضوع كان تقيل يعني، كان مش سهل. كان صعب، وكنت اللي هو برتعش، بس مش عايزه ابين ان انا برتعش وكده. وبعدين قالوا لي ايه ده، لا كويس. طلعت تاني، الفيدباك كان يعني الكلام، الناس قالوا لي حلو. وبعدين بدات بقى اطلب في عروض. حلو. وبدات بقى احاول ادور من نفسي، اسمع اتفرج اكتر، اركز بقى، اقرا على النت كده. حلو قوي. طيب يعني خليني برضو ارجع معاكي كده، يعني نعرف عنك اكتر. انت اصلا الموضوع الستاند اب كوميدي ده هو دلوقتي الاساسي بالنسبه لك، ولا ده مجرد بس هوايه وبتعملي حاجه تانية؟ لا، انا عندي شغلي، انا بشتغل في السوفت وير، بشتغل حاجه اسمها برودكت مانجر، بس هو حاجه اساسيه جنب شغلي، يعني هو هوايه اساسيه او حاجه اساسيه بعملها وواخده كل وقتي وانا مش بشتغل يعني تقريبا. بس هو حاليا يعني صعب ان الستاند اب كوميدي يبقى شغله اساسيه، لسه ما وصلناش قوي للمرحله دي ان حد يعتمد عليه ويصرف وكده. هو ده الدخل الاساسي. صدقيني هو عامه شغل واحد ما بيكفيش، لازم كده كده. حتى لو بقى اساسي وكل حاجه، لا لازم نبيع حاجات على النت بتاع يعني. اي حاجه ناكلوا عيش. احنا بناكلوا عيش هنا يا باشا، اوبر يعني، نشوف حل. طيب عايز برضه اسالك على موضوع الستاند اب كوميدي. انت قلتي اول مره كنت طالعه خايفه والكلام ده كله، هل عرفتي مثلا التكنيك اللي هما بيعملوا بيه الستاند اب كوميديان مثلا؟ هل بيبقى مكتوب؟ بيبقى بيعتمد على الارتجال اكتر ولا على الكتابه اللي هو كاتبها؟ لان برضو ممكن وانت واقفه مثلا حد يروح رامي افيه من الجمهور، فبرضو بيبقى لازم يكون عندك الملكه ان انت تردي عليه بارتجال. فانت بتبقي كاتبه اللي انت هتتكلمي فيه، او دي بتبقى مواقف فعلا حصلت ليكي، ولا بيبقى من ناحيه خيالك؟ بص، هو في لخبطه شويه ما بين الارتجال وما بين الستاند اب كوميدي. الستاند اب كوميدي في حد ذاته كفن، لا لازم يبقى مكتوب ومتحضر ومتدربين عليه، وفي نفس الوقت لما اجي اقوله ما يبانش ان انا بسمع عليه. لازم اقوله ان انا باكت، فانا بطريقتك انت انا بقوله دلوقتي اكن انا لسه مفكره فيه. مش كلها بتبقى مواقف حقيقيه طبعا، في حاجات بتبقى مستوحاه من حاجه حصلت وببني عليها. غير الارتجال بقى، هو طبعا لو حد عنده الموهبه بتاعت انه يقدر يرد على حد
على المسرح في لحظتها، فدي زياده بس مش اساسيه في الستاند اب كوميدي. في ناس بتعمل ارتجال، قصدك معلش هقطعك يعني، ممكن تسمعي تعليق وممكن ما تجاوبيش معاه عادي يعني، ده بيعدي لان هو يعني حتى بره ده اللي بيسموه اسم، يعني ليها اسم بالانجليزي اسمه هاكلر، ده اللي هو الحد اللي بيقاطع الحد وهو على المسرح، يعني بيبقى على المسرح بيبقى مركز وعايز يفتكر هو هيقول ايه وعايز يخش في المود وعايز يحتفظ بطاقته، فان هو حد يقطعه ده مش حاجه لذيذه، غير لو هو ارتجال. لو ارتجال اصلا فانا اصلا لا، انا عايزه الناس تتفاعل، او لو في فقره ارتجال انا عايزه الناس ترد عليا وتسالني وناخد ندي مع بعض. حلوه. فهي موهبه يعني، هي سرعه البديهه بتبقى موهبه بتضيف بس مش شرط. طب هل الستاند اب كوميدي محتاج موهبه مع تدريبات ومذاكره، ولا بتبقى محتاجه بس موهبه وان السكريبت متحضر فانت خلاص بتقوليه بادائك؟ بصي هو ميكس يعني، هو لازم يبقى فيه موهبه اصلا، عشان هو الكوميديا زيها زي حاجات كتير، زي الغنى، زيها زي التمثيل، زيها زي كذا حاجه، فمحتاج يبقى فيه موهبه عشان اضحك. بس لو انا معتمده على الموهبه بس، مش بتدرب، مش بجرب حاجتي قصاد الجمهور، لان انا لازم اعرف برضو اللي انا بقوله ده هيضحك الناس ولا لا، فلازم اجربه على الجمهور. لو مش بتفرج، لو مش بقرا، لو ما اعرفش التكنيك ايه، ففي الاخر هي مش بس موهبه هطلع افنن، لازم يبقى في تدريبات، زي اللي بيعملوا تدريبات صوت عشان يفضل صوتهم في طبقه معينه ويحسنوا ويجيبوا حاجات، لازم يتعودوا على طبقه معينه بالظبط. فهي يعني خليط ما بين التدريبات وما بين الموهبه يعني. طيب انت قلتي ان الموضوع اصلا واخد كل وقتك وانت مش بتشتغلي تقريبا، تمام؟ طبيعي يعني اي حد عنده حته الفن دي بيبقى واخد وقته كله، حتى لو ذهنيا، حتى لو بيشتغل وبيعمل الحاجات التانية. ازاي قادره توفقي بين شغلك وبين الستاند اب كوميدي؟ هو بعد الشغل يعني، وقت الشغل بيرخص، فبعد الشغل بيبقى بقى ايه وقت انا، فبحاول اظبط انه لو عندي مثلا حفله فاجهز لها في الويك اند، لو محتاجه اجهز، فاحاول اقضي ده في بعد الشغل. بيبقى طبعا اوقات اللي هو ببقى اللي هو طبعا عندي شغل ولازم اخلصه، بس انا دماغي مثلا لا، ده انا مشغوله بحاجه ثانيه دلوقتي، عشان هي بالنسبه لي برضو مرح، ده المرح اللي انا هعمله دي الهوايه. فبيبقى بيبقى شويه اللي هو اشوف بقى، نخرج بقى نمرح وكده، اخلص شغل ونخرج نمرح. حلو. فهو بيبقى التوفيق شويه ساعات بيبقى صعب، بس في معظم الوقت بيبقى تمام يعني، اللي هو لسه ما وصلتش مرحله بقى النجوميه اللي هو اوعى بقى مش لاحقه اعمل حاجه اصلا ان شاء الله. اوعى احنا النهارده يوم باعتبار مسوف يكون، باعتبار ما سوف يكون، فاحنا يعني ان شاء الله هيبقى ده مش هقوله عليا كده، هقوله عليا. طيب برضو انا عايز اسالك سؤال احترافي برضو شويه، يمكن ان انت يبقى عندك المقدره ان انت تضحكي حد او يكون دي شغلتك بتكون حاجه صعبه جدا، لكن برضو ساعات بتبقي مثلا اكيد عندك حفله او عرض والناس بتبقى ها ضحكينا بقى، عارفه بيبقى في جو كده، زي مثلا مطرب بيغني في فرح ويلاقي فرح والناس قاعده يا عم قوم ارقص. فده لما بيحصل معاكي بخبرتك اللي هي لسه انت بتشكليها، ممكن تعملي ايه لما الجمهور كده ضدك ساعات؟ لا بتحصل، وارد جدا وبتحصل كتير كمان. وفي الاول كانت الموضوع بيوترني، فبعد ما يعني بعد ما تعدي دقيقه لو حسيت الناس مش معايا ببتدي اتوتر، واللي هو اتلجلج والطاقه تقل شويه، ابقى ما بقولش الحاجه بنفس الحماس. وبعدين بعد شويه اتعلمت انه الناس دي جايه مثلا ودافعه فلوس عشان تشوفني، بالظبط، وانا اللي واقفه هنا وانا اللي معايا المايك، فهم عايزين ينبسطوا، فبس جايز هم لسه مش عارفين يتواصلوا قوي مع اللي انا بقوله، فبحاول اجرب بطريقه تانية، اعلي الطاقه، اوطي الطاقه، اشوف حد فيهم مثلا قاعد واستلمه. اشوف هم مثلا كجمهور نوعيتهم ايه، لان كل حفله بتختلف عن التانية، في ناس مثلا تختلف في السن، في ناس بتبقى مثلا حتى المناطق اللي بتتعمل فيها الحفلات ممكن يبقى نكت ناس تستوعبها ونكت ناس ما تستوعبهاش، حياة ناس ما تستوعبهاش. فبحاول انا بقى، طبعا ده بيجي بالتمرين يعني، كان صعب قوي في الاول ان انا وانا كده على المسرح القط، واللي هو طب الافيه ده مش هيجيب، فخلينا نختصر طريقه الكوميديا اللي انا بقول بيها الافيه او الكلام التكنيك بتاعك، اللي هو الموضوع ده مش هيجيب مع الناس، خلينا نقفل بسرعه كده ونخش على اللي بعده. فهي ساعات بتبقى تمام وساعات بتخيش طبعا. هو بس مع الوقت كده يبقى عندك يعني زي ما انت بتقولي الخبره بدات انها بتكبر حبه بحبه، ومع الوقت هتلاقي الموضوع طبعا خلاص انت طالعه يعني، بس برضو انت ربنا رزقك بتطلع حلوه وكاريزما، ربنا يخليك. وده مش بنلاقيه يعني، ممكن نلاقيه زي ما كان شيف بيقول في رجاله كتير،
لكن احنا برضو عندنا بنفتقد او بنفتقر لفكره ان بنت تكون كوميديانه حقيقيه مش مفتعله يعني، والإفيه بيطلع منها كلنا بنضحك. ده انت الحمد لله ما شاء الله عندك يعني. ميرسي. بص انا ما اعتقدش ان هي فكره ولد وبنت قوي، رغم ان انا معاك ان هو وجود الكوميديانات في الساحه مش كتير بالظبط، وده اسبابه تختلف يعني. اسبابه انا قعدت افكر في الموضوع ده كتير قوي يعني، بالليل قبل ما انام بقعد افكر كل يوم شويه 5 دقايق كده، لو ليه يا جماعه مفيش وبتاع. فالموضوع ممكن يكون ليه اسباب كتير، اسبابها انه هل في تشجيع مفيش تشجيع، انه برضو الستاند اب كوميدي بالذات، مش هقول لك كوميديانات بس، ستاند اب كوميدي بيحتاج حد جلده تخين راجل او ست ما يتاثرش يعني، لانه بيوجع انت فاهم، انت طلعت على المسرح وقفت ربع ساعه والناس ما ضحكتش، فبتنزل انت من جوه مجروح فانت هتطلع تاني ولا لا يعني، خلاص هنتعافى من ده حفله وخلصت هنشوف عملنا ايه غلط ونحسن عليه ولا ايه. فهو بيحتاج حد جلده تخين، فانا اعتقد انه الموضوع ان هو ان البنات يبقى جلدها تخين شويه وتجرب وتطلع وما يبقاش ده ممكن يبقى سبب. والسبب التاني انه احنا عارفين انه عندنا اصلا كده كده زي سمعه انه البنات مثلا ما بتضحكش او كده سمعه دي انا مش معاها طبعا، هي مش حقيقيه. بس اكيد في بنات دمها خفيف. لا يعني. مش شايفها حقيقيه طبعا يعني، بس الحقيقه انه مفيش بنات كتير في الساحه وده بقى ممكن يكون محتاج تشجيع، محتاج زقه بالظبط يعني، محتاج حاجه، هو محتاج حد جريء زيك ان هو ياخد الخطوه، وبعد كده اكيد موضوع ممكن يشجع بنات تانية كتير. اتمنى. طيب انت بتكتبي الشوز بتاعتك كلها بنفسك ولا في حد بيساعدك؟ لا انا بكتب كل الماتيريال ودي حاجه انا بعملها، انا بكتب وببرفورم اللي انا بقوله، وده الفرق في الستاند اب كوميدي عن اي حاجه يعني، ممثل او اي حاجه ممثله بيبقى مكتب لهم سكريبت بيطلعوا يقدوه، بس كستاند اب كوميدي انت بتكتب حاجات من مواقف شخصيه بتحصل لي يعني كلها. ده اللي كنت عايزه اسالك عليه بقى، ان كل الشوز اللي بتعمليها ليها علاقه بتجاربك انت الشخصيه، ولا ممكن تبقى مواقف لفتت نظرك في الحياه؟ لانه اكيد التجارب هتخلص او المواقف هتخلص، هتجيبي منين تاني؟ فاهمه؟ هي بتبقى ميكس برضه يعني، بيبقى الاسهل ان انت تبدا بحاجات مواقف حصلت معاك انت، فانا مثلا في موقف حصل لي فانا لفت نظري، دايما بيبقى الستاند اب كوميديان بيشوف الحاجات من وجهه نظر مختلفه شويه فبيقدر ياخدها كده ويقوم عارضها بطريقه ويزود عليها شويه حاجات ما تبقاش رؤيته هو بالظبط، رؤيته هو وشويه ضحك، حاجات فيها مبالغه فتضحك الناس، مش شرط تبقى حقيقيه خالص يعني، احنا بنالف كتير قوي من كل الحاجات اللي بنقولها دي ثلاث ارباع مش حقيقيه، بس هي بتبقى اصلها حاجه تجربه شخصيه وبيبقى برده في حته انه لازم التجربه الشخصيه دي الناس تفهم انت بتتكلم في ايه يعني، يقدروا يقولوا ده انا حصل لي ده قبل كده، او عشان يضحكوا عشان يقدروا حد يفكروا طيب بيها. خليني بقى اسالك على حاجه يعني، انت دلوقتي بتتكلمي على حاجه مثلا هو ممكن تحس ان الجمهور تفاعل معاكي اللي هو ده حصل قبل كده وانا شفت حاجه زي دي، ايه اكتر حاجه ممكن يكون الجمهور دايما كل ما يشوفك يفكرك بيها او معلقه معاه؟ هو بص عشان جمهور الستاند اب كوميدي برده لسه مش كبير قوي، فمفيش ده قوي على المسرح، بس الناس دايما بتفتكرني بحاجات قلتها في شوز ديجيتال او كده يعني. أوكي. في افات معينه الناس فاكراني بيها قوي، زي اقولها مش عارفه صدقيني لو كنا عارفين ناخد القرار مش عارفه يعني ينفع تتقال ولا ما ينفعش؟ يعني اللي هي بتاعت ابن يعني كانت قلاشات على الفاكهه، ابن الجيران اتقبض عليه امبارح شمام، فاللي هو دايما بتفتكروني بيها قوي لانها اول حاجه الناس يعني اللي هي حاجه بتدي معايا. اوكي ايوه بالظبط فاهم. فالناس بتفتكرني بيها قوي، بحسها اول ما يشوفوني ايه يا شمام سابوا الجمله كلها، وقال لك شمام لا الافيهات اللي الواحد عمال يبدع فيها دي ومش واخده الشمام يا عيني. ونكتب بقى ونقطع ورق ونرمي الشمام يعني بتتبسطي اكيد صح؟ يعني بتتبسطي بالفكره دي انه الناس بتبقى مركزه جدا في الافيهات بتاعتك ودايما بتكررها معاكي؟ بتتبسط قوي، بتبقى حاجه مش متوقعه اللي هو انا كنت يا جماعه بهزر وكده وجايه بس علمت يعني، علمت مع الناس بشكل كبير وبداوا يرددوها وبيرددوها لما بيشوفوك. طيب انت كنت بتتكلمي على فكره ان المراحل العمريه بيختلف الكوميديا بتاعتها يعني، ممكن الناس كبيره ما تفهمش النكت بتاعت مثلا الشباب، والشباب برضو بيتغير، انا في حاجات بسمعها يعني بشوف ناس بتضحك عليها وانا يعني يا ربي في علامه استفهام طلعت لي كده هو في بيضحك فاهم؟ كتير جدا.
فبرضه فكره ان انت تعرضي الكوميديا اللي انت بتعمليها وانت مصريه في بلد تاني عربي زي حفلتك في الاردن اللي يعني كان فيها برضه صريخ ضحك ما شاء الله، وبرضه الثقافه هنا بتتغير مش بس السن، يعني ثقافه المجتمع اللي انت واللغه واللغه والكوميديا نفسها. ازاي قدرتي تعملي ده؟ بص هقول لك حاجه، انا الفرصه دي كانت فرصه حلوه جدا بالنسبه لي، وكان الفكره ان انا ما كنتش متاكده انه ده شعب مختلف بثقافه مختلفه فهل هيضحكوا على الحاجات اللي انا بقولها ولا لا. وقبل ما اطلع المسرح قعدت اراجع الكلام المفردات بتاعه الكلام، انه في حاجات فعلا يعني كعاميه عندنا هم ما يعرفوش معناها ايه، فحاجات زي كده احنا العاميه اصلا معظمنا مش عارفها، انا احنا نفسنا اصلا كل يوم في كلام جديد حضرتك كلام جديد بالظبط. بس فلما رحت انبهرت بانه اصلا احنا مصدرين ثقافتنا للوطن العربي كله من خلال الافلام والمسلسلات والقنوات صناعه الفضائيه بالظبط، فالناس عارفه ثقافتنا اكتر مننا اصلا، اللي هو الناس بتقول لي افيهات حاجات انا ما شفتهاش، اللي هو ده حقيقي. فده كان حلو قوي، وكان سهل موضوع اللهجه قوي، انه الناس فاهمه اللهجه من غير ما ابذل مجهود، ساعات بحتاج اتكلم ابطا شويه بس تمام يعني. في العموم الناس فاهمه انا بقول ايه. وبرده هم يعني اللي برده بسطني قوي واتقال لي يعني لما رحت هناك، كنت قلقانه شويه قبل الحفله وبتاع، قوي بيقول لك انت اطلعي اتكلمي باللهجه المصري الناس هتضحك، ما مش محتاج تعملي اي حاجه. فده كان حاجه حلوه، وانبهرت برده انه في جمهور ستاند اب كوميدي هناك يمكن حتى اكتر من هنا يعني. بنات برده لا عامه عامه يعني كفن في ناس بتتفرج يعني في ناس بتتفرج على حاجات وفاهمه الستاند اب كوميدي، لانه هنا لسه في ثقافه انه انت تقعد وحد يقعد يتكلم قصادك، فاحنا ايه يعني المطلوب مننا وكده، طب حطوه على اليوتيوب يا جماعه طب بتاع. فثقافه انه تروح مسرح وتدفع تذكره غاليه والناس تيجي وتقعد وتتفرج وتبقى فاهمه وبتضحك وواخده بتاخد وتدي معاها، فده كان برده حاجه حلوه قوي. وهم كمان عندهم كوميدي كلوب وبتاع، فقاطعين خطوات شويه. طيب احنا لو بنتكلم دلوقتي عن الشوز الكتيره اللي انت ممكن تكوني خدتي فيها، اكيد اتعرضتي لمواقف ما تتنسيش. ايه اغرب المواقف او المواقف اللي انت مش ناسيها اتعرضتي ليها وانت في عرض؟ اوكي هقول لك، في موقف حصل الحمد لله ما كانش فيه ناس كتير في العرض ده الحمد لله. قدر ولطف وحبه حبه. ما فيش موبايلات كانت بتصور. ما فيش ما لا ما لم يتم ما اتحطش في حته. الحمد لله. انه في عرض كنت واقفه على المسرح، وبعدين زي ما كنت تقول كنت باخد وبدي مع حد من الناس اللي قاعده، وبعدين هي اندمجت قوي فبتكلم معاها فرغت، وده مش يعني انا عايزه فصل طبعا فصل الشو كله، فانا عايزه ارجع بقى للي انا جاي اخد يعني اكل عيش عشان فراح ايه فراحت قلت لها طب ما تيجي تقعدي جنب يعني بهزر معاها، قالت لي اجي وراحت جايه. الله الله. وجت بقى بقت جلسه نفسيه. ما فهمتش اساسا اساسا. هي كانت هزاره يعني كانت هزاره، فهي جت بقى فيعني اتلمينا الموقف الحمد لله وروحنا. بس قبضتي ساعتها ولا الحمد لله عدى عدى. هو متخصص في الحاجات دي. الماديات خلصنا الشغل الماديات بقى كفنان اصلي الحاجات دي بتفرق قوي، احنا ده اكل عيشنا، فيا ناخد فلوس يا ما ناخدش يا جماعه. طيب قولي لي عن تجربه الاردن، ضافت لك ايه او فرقت معاكي ازاي في مجال الستاند اب كوميدي؟ ضافت لي اولا قابلت كوميديانز من الوطن العربي واتفرجت، وعارفه برضو احنا المصريين عندنا حته كده تناكه انه ايه ده بقى يعني في حد مش مصري هيضحكني، لا انا كنت عالم كركعة يعني، انا كنت انا انبسطت جدا، وانه في زوايا مختلفه للضحك. وفي ممكن برضو اتعلمت حاجه، كان في حتى كوميديان فلسطيني معانا، وكان في حاجات انا اتعلمتها عن شعوب تانية من خلال الافيهات والنكت. ساعات بيتكلموا مثلا عن اللهجات بتاعتهم، عن طريقه مثلا الاب او الام او طرق الكلام بتاع النصايح بتاعتهم. أيوة الكلام ده ايوه، واللي هو ازاي كل حد في مقاطعه مثلا معينه بيتصرف بطريقه معينه، العادات والتقاليد ازاي بتنعكس على اخلاقنا، الحاجات دي كلها. فده اتعلمته كان حلو قوي، اخدت ثقه شويه في انه يلا نعمل ده اكتر يعني. الناس عايزه تشوفنا كمصريين يعني، عايزين ده، واحنا هنا لسه مش قوي ايه مش زقين الفن نفسه قوي. فاللي هو لما الناس بره بتبعت لنا تجيب لنا، عشان هم شايفين انه في مواهب وشايفين انه كان في مصريين تانيين في الاردن معايا. فكانت تجربه حلوه يعني ادتني ثقه شويه في اللي احنا بنعمله. حلوه قوي. اخيرا وليس اخرا،
ايوه عشان عايزين نطلع فاصل. اوكي. طموحك توصلي لفين سواء كان في شغلك في الكمبيوتر والديزاين والحاجات دي كلها والسوفت وير او في الستاند اب كوميدي؟ هو سؤالين يعني فاهم يعني هنا اغسطس وسبتمبر شتا وصيف. شتا وصيف. يعني في شغلي طبعا زي اي حاجه يعني انا في شغلي بشتغل بقالي كتير بقالي 11 12 سنه في اللي انا بعمله فالحمد لله ماشيه في سكه حلوه وبتطور. في الستاند اب كوميدي اعتبر جديده فيه حتى لو بقالي مثلا 5 سنين او حاجه بس اعتبر برضو بتعلم قوي كل يوم وهو فن لسه ما فيش حد تتعلم منه في في مصر او كده مفيش حد تروح تقول له انت عملت ايه وعملته ازاي فنفسي انا نفسي ان انا يعني ابقى ستاند اب كوميديان والناس تبقى اعمل حفلات تبقى كبيره والناس تيجي وتبقى عدد ناس كتير ويبقى اضيف حاجه بقى للسين نفسه يعني بالظبط انه يبقى فيه بصمه ليكي مش لازم بصمه ليا بس يبقى فيه ستاند اب كوميدي ويفتكروني بحاجه يعني في ترافيك على الموضوع في جمهور ايه رايك يا شيف يبقى في بصمه ماشي ايه رايك ماشي بصمه عشان نورتينا وبنتمنى لك يا رب كده النجاح والتوفيق وشهادات كتير جدا وتضحكي وتضحكي الناس كلها انبسطنا بوجودك معانا انا الاسعد والله ميرسي خلينا نطلع لفاصل ونرجع بقى للفقره الفنيه اللي بتقدمها مران عطله. We'll be right back.